نعم ثلاثة أيام تقصدهم من غير يومي الدخول والخروج عند الإمام الشافعي، رايح اسكندرية وناوي هناك وانت مسافر السبت ما يتحسبش، وراجع الأربع انك تقعد هناك الحد والاثنين والثلاث وهترجع الأربع ما يتحسبش، يبقى تقصر الصلاة من الأول. لكن لو كنت راجع الخميس ما تقصرش الصلاة ولا تجمعها من الأول، بس ثلاثة أيام من غير يومي الدخول والخروج ابتداء. فإذا ذهبت إلى الأسكندرية وأنت ما انتش عارف هتقعد قد إيه، لأنك رايح تستخرج بطاقة ولا ورقة ولا هتختم حاجة ولا هتشتري حاجة، وتقول اليوم أسافر غدا أسافر، يعني أخلص بس وأمشي، فلك أن تقصر 18 يوم. بعد ال 18 يوم تقيم خلاص، حتى لو الموظف ما جاش عمل ده باستعباط بقى، بعد ال 18 يوم يبقى ايه؟ استعباط، يبقى لازم تقعد بقى وتقيم خلال ادام ما فيش نية. في نية يبقى 3 ايام من غير يومي الدخول والخروج.